بسم الله. العميد سنو الصالح سنو سي مدير أمن سبها. طبعا اليوم عند الساعة السادسة والنصف مساء حدث انفجار داخل مقر ثابت لدوريات البحث الجنائي الإدارة العامة. استشهد على أثر هذا الانفجار كل من النقيب إبراهيم عبد النبي المناع والنقيب العباس أبو بكر علي مسعود، نسأل الله أن يكونوا من الشهداء، كما جرح عريف أحمد مفتاح الجيمي، وكذلك عبد الله محمد، وكذلك الشرطي محمد عبد الكريم والشرطي محمد إبراهيم. أنا نسأل الله الشفاء لهم. هذا العمل الجبان، عمل الإجرامي الذي استهدف تمركز تفتيش على طريق سبها الشاطي مفترق أولاد مازي، استهدفت سيارة نوع كانتر توك توك صغيرة الحجم معباه بخردة، تحت منها مواد شديدة الانفجار طبعا انتحاري على نفس النقطة اللي هي يوجد فيها التمركز الإدارة العامة للبحث الجنائي. هؤلاء الضباط نسأل الشهداء، نسأل الله أن يكونوا من الشهداء. طبعا توفوا على الفور، والجرحى حاليا في مستشفى سبها الطبي، نسأل الله الشفاء لهم. والإجراءات طبعا اخترنا النيابة العامة وجهات الاختصاص في التحقيق، وما زال التحقيق جاري. طبعا هذا عمل إجرامي صرف، عمل إرهابي استهدف به رجال الأمن، والحمد لله إن شاء الله الإجراءات على قدم وساق، وسوف نوافيكم بأي مستجدات. شكرا.